ده أرخص سمارت كاب أو حافز حراري موجود في السوق المصري. وكعادة الفيديوهات هنبدأ مع فتح صندوق، طبعا نتكلم عن الميزات والعيوب، بس ده كله بعد الانترو بتاعنا. ويخلينا نبدأ بأول حاجة بشكل البوكس. ده كده شكل البوكس بتاعنا. بسم الله، كده نفتح البوكس بتاعنا. وبس بيبقى معانا هو السمارت كاب. السمارت كاب بيجي بأكتر من لون. أنا معايا اللون الذهبي واللون الأسود، كنت استعرضت مجموعة من الألوان في فيديوهات موجودة على التيك توك. خلينا نبدأ كده بالشكل بتاعه، بس أنا حابب أبدأ باللون الأسود، بيشدني جامد. أول حاجة هو ليه سمارت كاب، بحيث إن الجزء الموجود قدامي ده هو شاشة، واللي طبعا دي من النقط اللي احنا هنتكلم عليها في نقطة المميزات والعيوب. هسيب مثال هنا، الشاشة هنا شغال ودي بتقول لك نسبة الحرارة بتاعت السمارت كاب بتاعك. خلينا كده نفتح السمارت كاب. عندك ده الجزء اللي هو بيبقى فيه الشاشة، هو الجزء ده. خلينا كده نبص على شكل السمارت كاب بتاعنا من جوه. هنا عندك المصفى عشان لو حطيت أعشاب أو أي حاجة. ده كده شكل السمارت كاب من جوه. نتكلم على مميزات وعيوب، بس قبل ما نتكلم عن مميزات وعيوب حابب اقول لكم ان احنا عملنا حساب على تيك توك في مجموعه من الفيديوهات مختلفه تماما عن اللي احنا بنعملها على قناتنا على اليوتيوب. وطبعا هسيب لكم جميع حساباتي في اول كومنت او في صندوق الوصف. مميزات وعيوب، نتكلم على اول حاجه بالنسبه للسمارت كاب. السمارت كاب ده حطيت فيه ميه ساعه تقريبا، قعدت حوالي يوم تقريبا اخر 4 ساعات تقريبا بدات الميه تدفى شويه. بالنسبة للسخونية ما جربتهاش فترة كبيرة، بس كانت السخونية بتاعته كويسة. ايه العيوب؟ العيوب بالنسبة لي هو نقطة الشاشة. على سبيل المثال سمارت كاب اللون الاسود ده، الشاشة بتاعته فصلت بعد فترة. باللون الذهبي ده شوية بتشتغل، على سبيل المثال هي شغالة دلوقتي، بعد فترة بتفصل. مش عارف هي المشكلة في السمارت كاب اللي معايا ان في انواع شغالة ونوع بعد فترة بتفصل ولا لا، بس ده العيب اللي واجهني. بس كمميزات اللي هو الحاجة الأصلية اللي هو بيعملها، اذا كان التسقيع او ان هو يخلي الحاجه سخنه فما فيهاش اي مشكله. لو عندكم اي اسئله سيبوها لنا في الكومنتات. مزوجين، والسلام عليكم.